باصي على مهلك شوي، فيكي تزيحي شوي؟ مين اللي ترك هذه العلبة تبين بالإطار؟ ما بتعرفوا إنه في جلسة تصوير؟ مين اللي ترك العلبة هون؟ إذا ما حدا بيعرف مين، أنا رح أكتشف مين. شو صار فيكرام؟ في علبة مبينة بإطار التصوير، فيك تجيب لي إياها بسرعة؟ حاضر. كيف ممكن يصير هيك؟ كيف ممكن تظهر بالصورة بهالشكل الغريب؟ كيف ممكن يصير هالشي؟ في ورقة تاني. هالهدية لحبيبي فاء جيم، والهدية هي لحتى ذكرك بكل الأوقات الحلوة يلي مضيناها سوا. شين فاء؟ مش هيدي نفس الورقة؟ هي زادت عليها كم كلمة وبس. شو اللي عم بيصير هون؟ عن جد هيدا الشيء كتير غريب. روق شوي، خلينا نفتحها هلأ. بتريد روح على المستودع وتأكد إذا كانت اللوحة بعدها موجودة هوني. طيب رح روح شوف. بس لحظة، شو هيدا؟ هالشي بيشبه الدم، ما كان مبين على اللوحة من قبل. يا ربي تأخيرك يا ربي، هيدي اللوحة اختفت من المستودع. عن جد؟ نعم. طيب يا صبايا ما تكونوا كتير غبايا، ما عم تفهموا؟ في حدا عم بيركب مقلب علينا، مثل يلي عملته تباسيا اليوم الصبح لما خوفت الكل. تباسيا، مين شريكك بالجريمة؟ قولي. شو؟ لا أنا ما دخلني. صحيح، فيكرام معه حق، ما تخافوا صبايا، أنا أكيد إنه هيدا مقلب عم ينعمل فينا. طيب يلا خلونا نبلش، خدوا مطارحكم. سد مسوك هيدي. ايه طبعا اكيد. طيب يا صبايا خلونا نرجع على شغلنا، معنا وقت لنضيعه اذا بتريدوا. يلا خلونا نبلش. فيكرام خلصت باسي بكفي. اسمعني اذا بتريد فيكرام.